يا اهلا بيكم، عاملين ايه النهارده؟ عايزه اكلمكم عن حاجه مهمه قوي، عن حسن الظن بالله. كتير قوي بنقول لنفسنا ايه يا رب، يعني انا بقتنع، انا بصدق، انا بظن كويس، انا بتكل على ربنا. لا، هو التوكل على ربنا ده بيظهر فيه، بيظهر بجد في ان احنا بنحسن الظن بربنا. يعني لما بقول انا ناويه ان انا اتغير، بدعي بقول يا رب عني ان انا اتغير، عني ان انا انتظم في الصلاه، عني ان انا اكون اهدى وانا بتعامل مع اولادي، وانا بتعامل مع جوزي، وانا بتعامل مع اي حد. فبجد طلب الاعانه يا جماعه مرتبط كامله بان احنا بنحسن الظن بربنا. فلما بنتوكل وبنستعين بربنا صح وعن نيه صادقه، الدنيا بنلاقيها اختلفت جدا. طيب، ده في بدايه الدراسه وفي العام الدراسي كده الجديد لما هيبدا وهيبدا معانا، ايه النيه اللي احنا عايزين نبدا بيها؟ النية ان احنا عايزين نعامل ولادنا بطريقة مختلفة، ان احنا نحتضنهم، نيتنا ان احنا نصبر عليهم، ان احنا نتراحم في التعامل معاهم. بجد بداية مهمة تكون جديدة، بداية فيها توكل على الله، حسن الظن بيه، ان ولادنا ان شاء الله ربنا هيعيننا على تربيتهم، ويعيننا كمان ان احنا نستحملهم. الجيل الجديد بجد مش سهل، لان هو حواليه مشتتات كتيرة جدا، حواليه حاجات كتيرة قوي صعبة. فربنا يعيننا جميعا، نتوكل على الله ونحسن الظن بيه، وإن شاء الله هنجني ثمار التوكل الكامل على ربنا، وربنا هيرزقنا كل الخير في أولادنا ونحسن تربيتهم إن شاء الله. متعكم الله بالصحة، دكتورة نادية عبد العال.